بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم تلاميذ الصف السادس الابتدائي في قناة إنجليزي ابتدائي مع مس هناء السماء. إن شاء الله النهاردة بنواصل إجابات الامتحانات في ملحق كتاب جم كتاب الأضواء. وصلنا لصفحة 102، خلصنا امتحانات الورك بوك، وخلصنا كمان امتحانات الشهور، خلصنا إن شاء الله امتحانات المودلز المعدلة المطورة. دلوقتي ان شاء الله هناخد ايه؟ هناخد مودلز ام سي كيو، مودلز ام سي كيو لسنه 2021. اول حاجه هنا طبعا كل الاسئله اللي هتشوفها دي ان شاء الله كلها تشوز، اختر choose the correct answer from A, B, C or D. number one، we don't know how is the ice cream. نحن لا نعرف من ايه الايس كريم. من played لعب، wrote كتب، opened فتح أو افتتح، invented يعني اخترع. هناخد invented، يبقى نحن لا نعرف من اخترع الآيس كريم. number two، my mother doesn't ايه on makeup. doesn't يعني والدتي لا تعمل ايه. هنا عايزين فعل عشان نقول makeup والمكياج، هنقول doesn't wear معناها ترتدي، take تأخذ، put تضع، ولا drive يقود أو يسوق. لا احنا هنقول ايه؟ put on makeup يعني يضع مكياج، put on makeup. number three، does she sometimes ايه awake. does هل هي أحيانا، عايزين فعل هنا awake باروكة، هنقول wear ولا wears ولا wearing ولا wore. هنختار wear، ليه؟ لأنه ده مصدر الفعل، في السؤال نجيب مصدر الفعل. في السؤال هنا زمن المضارع بسيط، بدأنا بdoes، بعد كده أدي الفاعل، بعد كده ظرف التكرار، يجي بعده مصدر الفعل. يعني إيه مصدر الفعل؟ يعني الفعل الأساسي بدون إضافات، لكن هنا مضاف له s مش هينفع، هنا مضاف له ing، هنا كده في الماضي. لا احنا عايزين ايه؟ المصدر where. number four، we walked to school by، يعني نحن مشينا للمدرسة by ايه؟ ادي by اللي هو عايز بعدها ايه؟ ضمير توكيد. طيب هنعرف ازاي؟ هنبص على الفاعل، الفاعل هنا we، ضمير التوكيد بتاع we هو ايه؟ ourselves، من غير ما نتعب نفسنا ونفضل ندور فيهم، هو ايه؟ ourselves. ليه؟ علشان ضمير الفعل هنا we. number five، my father had two، يعني والدي تناول two a of coffee. coffee القهوة، والدي تناول، عايزين الحاوية اللي احنا بنضع فيها القهوة، هل هي cups فناجيل، ولا slices شرائح، bottles زجاجات، ولا pieces اللي هي قطع؟ لا طبعا cups اللي هي فناجيل من القهوة. نشوف number two بيقول ايه. choose the correct answer from A, B, C or D. I ordered chicken A for lunch. انا طلبت حاجة، هنا عايزين كلمة عشان نقول كذا، دجاج على الغداء، هنقول جوس عصير، ينفع عصير دجاج؟ لا، soup يعني ايه؟ شوربة، هي دي اللي هنختارها. طيب كون يعني مخروط، يقصد بيه مخروط الايس كريم. اما دي soap دي اللي هي ايه؟ اللي هي صابون، soap دي صابون، لكن دي اسمها soup شوربة، يبقى chicken soup شوربة دجاج على الغداء. number two، where كذا هنا محمد go yesterday، هنقول where يعني اين، عايزين هنا نختار فعل مساعد من دول عشان نكمل ونقول محمد go yesterday، ذهب بالأمس. طالما في yesterday في السؤال يبقى احنا كده هنستخدم did اللي هي تعبر عن الماضي. yesterday معناها امس، يبقى هناخد الفعل المساعد اللي هو did يعبر عن الماضي. هنقول where did محمد go yesterday، الى اين ذهب محمد yesterday، او اين ذهب محمد yesterday امس. لكن is و does و do نستخدمهم فين؟ في المضارع. number three، she walked to school by a،
ادي ضمير التوكيد اهو، عايزين بعده ادي باي، باي اهي، عايزين نستخدم ضمير توكيد بعدها. هنبص للفاعل، الفاعل هنا هو ايه؟ شي. فين ضمير التوكيد المناسب لشي؟ هو ايه؟ herself. ندور على herself هنا هنلاقيها عند بي، يبقى she walked to school by herself، يعني هي مشت للمدرسة بنفسها بمفردها. Number four، علي will a speech tomorrow. A speech tomorrow خطبة، علي سوف كذا خطبة غدا. هنقول will meet يقابل، سوف يقابل، ولا buy يشتري، visit يزور، ولا give. هنقول give a speech على بعضها معناها يلقي خطبة. Number five، my uncle is a good A. هنشوف عايزين نختار وظيفة من الوظائف دول علشان نقول he cooks well. ادي المفتاح، مفتاح الإجابة اهو، cooks. cooks يعني يطبخ، طالما هو يطبخ يبقى هو ايه؟ a good chef. chef يعني طاهن او طباخ. لكن ده دكتور، طبيب، dentist طبيب أسنان، teacher معلم. نشوف هنا number 3 بيقول ايه، choose the correct answer from A, B, C or D. we A open daily. طبعا المصطلح ده احنا حافظينه، we are open daily، معناها المكان مفتوح يوميا، مفتوح للعمل يوميا. we are open daily، لكن is، we do، we did مش هتنفع معانا. number 2، it's 3 A for adults. it's 3، ثلاثة، عايزين نختار هنا طبعا كلهم عملة الدولار. for adults لي adults اللي هم الكبار الناضجين أو الراشدين. عايز يقول هل هنختار دولار بس ولا a دولار ولا dollars ولا dollars فيها apostrophe s؟ هنختار dollars اللي فيها s. ليه؟ عشان ده رقم 3 يعني ثلاثة. طيب طالما بنقول ثلاثة يبقى ثلاثة ايه؟ ثلاثة دولارات، يبقى عايزين دولارز اللي فيها اس الجمع. طيب ليه ما اخدناش دولار لوحدها؟ دولار لوحدها مش هتنفع، لازم يكون في حاجة تعرفها هل هي مفرد ولا جمع، يعني يا اما دولار يا اما دولارز. طيب دولار لوحدها مش هتنفع، طيب هنا دولار ينفع نقول 3 دولار، 3 واحد دولار؟ لا، ادي بتيجي لمين؟ للمفرد، يبقى مش هتنفع مع الرقم 3. اوكي، طيب اخترنا خلاص دولارز دي اللي فيها اس الجمع، ليه ما اخدناش دولارز دي اللي فيها ابوستروف اس؟ لان الابوستروف اس دي اختصار، دي كده كانها اس الملكيه، بتقول ما بعدها ملك لما قبلها، والكلام ده لا ينطبق على الجمله بتاعتنا. احنا عايزين نقول، عايزين نقول ان التكلفة كام؟ 3 دولارات للكبار الناضجين، يبقى هنختار ايه؟ دولارز، عشان هنا 3 رقم 3. هنا نمبر 3 بيقول ايه؟ how a bottles of water did she have؟ عايز يقول كم عدد الزجاجات المياه التي تناولتها هي. هنقول how much ولا how often ولا how long ولا how many؟ هنقول how many. ليه؟ لأن bottles هنا فيها اس جمع، واحنا قلنا هنقول how many عندما نشوف الاسم اللي جاي وراها جمع، اسم اللي جاي وراها جمع. لكن how much دي للكمية، how much للكمية، لولا وجود bottles of كان ممكن نختار نقول how much water، how much water على طول، علشان كده هتبقى كمية. لكن طالما جاب bottles اللي فيها اس دي تعبر عن الجمع، يبقى نختار how many. طب ليه ما قلناش how often؟ how often معناها كم مرة، هو مش بيسأل عن عدد المرات، لا هو بيسأل عن عدد الزجاجات. طيب ليه ما قلناش how long؟ how long معناها كم المسافة او كم المدة. طبعا احنا عايزين ايه؟ how many، كم عدد. نمبر 4، هنا بادئ بفراغ عايزك تحط فيه كلمة من كلمات الاستفهام دي علشان نكمل. نقول do you iron your t-shirt، يعني تكوي قميصك. عايز يقول ايه؟ هو من تكوي قميصك؟ لا. what، ما او ماذا؟ لا، عايزين ايه؟ how. how يعني كيف،
عايز يسأل عن الكيفية، بيقول how do you iron your t-shirt، يعني كيف تكوي قميصك. واتش دي للتخيير، لما أخير حد بين حاجتين أو مجموعة أشياء أقول له واتش يعني أي. عايزين إحنا هاو معناها كيف. نمبر 5، the car is إيه؟ the car is، عايزين صفة من الصفات دي. طيب مين اللي هيحدد الجملة اللي جاية بتقول إيه؟ it costs a lot of money، يعني تتكلف الكثير من المال. طالما تتكلف الكثير من المال، هل هي كده هاي مرتفعة، ولا expensive غالية الثمن، ولا cheap يعني رخيصة الثمن، ولا bad سيئة؟ لا طبعا expensive غالية الثمن. نشوف صفحة 103. نمبر 4، عندنا choose the correct answer from A B C or D. نمبر 1 بيقول ايه؟ was there a bank across كذا the school؟ عايز يقول هل كان يوجد بنك across، ايه across؟ عايزين بعد كده حرف جر عشان نقول the school المدرسة. across ايه؟ in ولا from ولا at ولا of؟ across from يعني في الجهة المقابلة لي، يعني البنك قصاد المدرسة. across يجي وراها حرف الجر from. number 2، I'm in the mood، أنا في مزاج لي إيه؟ سباجيتي. عايزين لي دي معناها إيه؟ of ولا for ولا with ولا by؟ for. يبقى I'm in the mood for spaghetti، أنا في مزاج لتناول الاسباجيتي أو أشتهي تناول الاسباجيتي. number 3، how a bottles of water did she have؟ هذه دي مكررة، هنقول how much كم كمية، ولا how many كم عدد، ولا how tall كم طول، ولا how often كم مرة. how many مش هو جايب هنا اسم جمع اهو bottles، يبقى هو كده بيسأل عن عدد زجاجات المياه التي هي تناولتها. وقلنا how much مش هتنفع، علشان لو كنا عايزين نقول how much كنا قلنا how much water على طول، how much water على طول بدون ما نذكر عدد الزجاجات. نشوف number 4 هنا بيقول where كذا bell go yesterday، عايزك تختار فعل مساعد من دول، هنقول ايه؟ where is ولا where do ولا where are ولا where did؟ هنقول where did. ليه؟ عشان هنا في yesterday تعبر عن الماضي البسيط، يبقى خلاص هنختار الفعل المساعد اللي هو يعبر عن الماضي البسيط اللي هو ايه؟ did. where did Bell go yesterday؟ يعني أين ذهب بيل أمس؟ number 5، What about إيه football؟ على طول نعرف what about و how about دي للاقتراح، لما أجي أقترح مثلا عمل شيء أو أقترح فكرة، يبقى يجي بعدها الفعل مضاف له أي إن جي على طول، how about أو what about playing football، how about أو what about playing football. لكن play دي مصدر مش هتنفع، play كده مضاف لها اس هتبقى plays في زمن المضارع البسيط، played كده هنا في الماضي. عايزين ايه؟ playing مضاف لها اي ان جي، علشان how about what about للاقتراح قلنا بيجي بعدها فعل في اي ان جي. نشوف number 5 بتقول choose the correct answer from A B C or D. I always gather vegetables by myself، عايز اقول انا اعمل ايه للخضروات by myself بنفسي، chop ولا chop ولا شيب ولا شاب؟ هنختار chop. chop دي معناها نقطع او يخرط او يقطع الايه الخضروات، اما chop دي معناها محل او متجر، شيب دي معناها سفينه، اما دي شاب معناها رقاقة واحدة من الشيبس، عشان الجمع بتاعها شيبس. number 2، we are a daily، we are خلاص احنا حفظنا المصطلح ده، we are open daily يعني المكان مفتوح للعمل يوميا. number 3 هنا look it is a to rain، it is start ولا starts ولا starting ولا started؟ هنختار starting. ليه؟ عشان هنا في verb to be،
وطالما في verb to be يبقى على طول الفعل يبقى فيه ing. واحنا قلنا الأغنية verb to be ing، verb to be ing هنضيفها لإيه؟ للفعل. مش بس كده، كمان الفعل ده look انظر، ده يعبر عن زمن إيه؟ المضارع المستمر. أنا بقول لحد شوف كده بص على حاجة لسه بتحصل دلوقتي، يبقى ده مضارع مستمر. مضارع مستمر يعني ادي الفاعل، ادي verb to be، وادي الفعل مضاف له ing. لكن start دي في المصدر مش هتنفع، starts دي هي زمن مضارع بسيط عشان مضاف لها اسم. طيب started دي في الماضي مش عايزينها، احنا عايزين ايه؟ المضارع المستمر اللي هو مضاف له ing. I'm going to the، انا سوف اذهب لي ايه؟ As I have a toothache، بما أني أنا عندي toothache اللي هو ألم أسنان، أو لأني عندي ألم أسنان. هروح لمين؟ dentist طبيب أسنان، ولا supermarket اللي هو سوبر ماركت، ولا nurse ممرضة، ولا grocer اللي هو البقال. هنروح ل dentist طبيب الأسنان. I هنا عايزين فعل books from the library، library اللي هي المكتبة. هنقول إيه؟ I eat أنا أكل، ولا باي أشتري، ولا بارو أستعير، ولا سي أرى. طبعا هتقول لي ممكن ناخد باي وممكن بورو، لا أنا أقول لك ناخد بارو فقط. ليه؟ لأن اللايبرري دي المكتبة اللي احنا نستعير منها كتب أو نقرأ فيها كتب. المكتبة العامة هي ممكن تبقى في المدرسة أو مكتبة عامة منفصلة، لكن باي دي احنا بنشتري من مكتبة تانية ما اسمهاش لايبرري، اسمها بوكس ستور. بوكس ستور يعني متجر لبيع الكتب، بوكس ستور. لكن لايبرري دي مكتبة نعمل فيها ايه؟ نستعير منها الكتب، بورو يستعير. نشوف هنا نمبر 6 بتقول choose the correct answer from A, B, C or D. I take medicine a day، هقول انا اخذ دواء كم مرة في اليوم. عايزين كلمة من دول تعبر عن عدد المرات، هل هي تو؟ لا، تو دي رقم اتنين، رقم مش عدد مرات. وايس هي دي، وايس تعبر عن عدد المرات، معناها مرتان. طيب تو دي حرف جر، تو معناها إلى. أما تي تو دي اللي هي فيها دبل أو دي بتيجي في آخر الجملة معناها أيضا، يبقى احنا عايزين إيه؟ twice a day مرتان في اليوم. Number two، she a newspaper once a month، يعني هي بتعمل إيه لنيوزبيبر اللي هي الجريدة. once a month يعني مرة واحدة في الشهر. she is read ولا read ولا reading ولا reads، هنختار reads. ليه؟ لأنه هنا في once، once دي تعبر عن إيه؟ مرة واحدة في الشهر، يبقى هي من عادتها، ده كده فعل بيتكرر، لأن إحنا كده في زمن المضارع البسيط، يعبر عن إيه زمن المضارع البسيط؟ عن عادات متكررة في الحدوث، فهي بتقول إن هي بتقرأ، هي تقرأ النيوزبيبر اللي هي الجريدة once a month يعني مرة واحدة في الشهر. دي عادتها ان هي تقرأها مرة واحدة في الشهر، يبقى هنختار ايه؟ reads. ليه؟ عشان فيها اس تعبر عن زمن الضارع البسيط. اوكي طيب هنا he gets a ايه twice a month، he gets a speech، speech اللي هو speech اللي هو خطبة، ولا haircut قصة شعر، ولا medicine دواء، ولا bird طائر. هنختار haircut، يعني هو يحصل على قصة شعر twice a month مرتين في الشهر. طيب أما speech تيجي مع الفعل إيه؟ give، نقول give a speech يعني ألقي خطبة. medicine تيجي مع الفعل take، أقول takes medicine يعني يأخذ دواء. أما bird اللي هو طائر تيجي مع الفعل feed، هو يطعم feed الطائر، يبقى نختار إيه؟ haircut معناها هو يحصل على قصة شعر مرتين في الشهر. Number four، it is 20 pounds for a، التكلفة 20 pounds 20 جنيها لي مين؟ days أيام، foreigners أجانب، nice يعني لطيف، ولا free
free يعني مجانا، طبعا for foreigners للأجانب، يبقى التكلفة 20 جنيها للأجانب. Number 5 my mother bakes يعني والدتي تخبز ايه at home، bread ولا meat ولا birds ولا haircut، تخبز خبز يبقى ايه bread، لكن meat دي معناها لحم، birds طيور، haircut قصة شعر. نشوف صفحة 104 فيها choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 the chair is الكرسي، ماله to the desk، the desk المكتب. عايزين ناخد حرف جر من دول يعبر عن المكان، هناخد between بين ولا behind خلف ولا across، دي معناها تيجي بعدها across from معناها في الجهة المقابلة لي، ولا next، هنختار next ليه؟ علشان هنا في حرف جر to، هنقول next to، next to معناها بجوار، يبقى the chair is next to the desk، الكرسي بجوار المكتب. Number 2 هنبدأ هنا بكلمة استفهام، pens did you have، pens did you have يعني عدد الأقلام لديك، عايز أقول إيه؟ how لوحدها معناها كيف، how many كم عدد، هي دي اللي احنا عايزينها، ليه؟ لانه pens هنا اسم جمع، واحنا قلنا لما نكون في اسم جمع نختار how many تعبر عن ايه، كم عدد، كم عدد. how much كم كمية مش هتنفع معانا، how often معناها كم مرة، هو مش بيسأل عن عدد المرات، هو بيقول كم عدد الأقلام الجاف لديك. Number 3 هاني did laundry by، هاني did laundry يعني يقوم بالغسيل، by يعني ضمير توكيد من دول، طالما هاني ممكن نجيب بداله ايه ضمير الفاعل هي، طيب ايه هو ضمير التوكيد المناسب لضمير الفاعل هي؟ طبعا himself، فينها؟ ادي himself. Number 4 my brother isn't a right now، isn't in ولا over ولا next ولا of، طب ايه الجملة بتقول ايه؟ my brother يعني اخي ليس موجود الان، دي معناها ايه؟ my brother isn't in، ده مصطلح على بعضه معناها هو ليست موجود الان، isn't in right now، نحفظها كده على بعضها، isn't in right now كده على بعضها معناها ليس موجودا الان. Number 5 هنا I take medicine، أنا أخذ دواء، إيه a day، عايز يعبر عن عدد المرات في اليوم، أخذ دواء كم مرة في اليوم، هقول تو، لأ تو معناها رقم 2، twice هي دي معناها مرتان، قلنا تو دي معناها حرف جر إلى، تو دي اللي هي فيها دبل أو تيجي آخر الجملة معناها أيضا، والجملة دي كررناها قبل عن كده. شوف هنا number 8 بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. Number 1 the actor الممثل ماله ايه autographs، autographs طيب drove معناها يقود، قادة الماضي من drive يقود، war معناها ارتدى الماضي من wear يرتدي، signed معناها وقع الماضي من sign يوقع، talked معناها تحدث الماضي من talk، يبقى عايزين ايه signed autographs يعني وقع autograph، the actor signed autographs يعني الممثل وقع autographs. Number 2 the best ايه is vanilla، the best flavor معناها افضل كذا هو الفانيلا، my best ايه my best flavor النكهة أو الطعم ولا kind نوع ولا color لون ولا size مقاس، عايزين flavor يعني my best flavor is vanilla يعني نكهتي المفضلة هي الفانيلا. Number 3 the pavement is in، pavement هو الرصيف، is in A of the bridge، هنقول in next of ولا in front of ولا near ولا above، هنقول in front of، in front of يعني أمام، يبقى الرصيف أمام الكوبري. Number 4 how كذا هنا loaves of bread did you have،
هاو ميني ولا هاو ماتش ولا هاو لونج ولا هاو اوفن؟ هنبص على الكلمة هتلاقيها جمع اهي لوفز، يبقى هنقول ايه؟ هاو ميني. هاو ميني كم عدد الأرغفة، أرغفة الخبز التي تناولتها؟ لكن هاو ماتش كم كمية هتنفع معانا؟ هاو لونج معناها كم المدة أو كم المسافة؟ لو قلنا هاو أوفن معناها كم مرة؟ نمبر 5. Do you ever A to music? Do you ever listen ولا listens ولا listen بس ولا listening؟ Do you ever listen؟ Do you ever listen؟ ليه؟ لأن ده سؤال، والسؤال بيجي الفعل فيه في المصدر. ده سؤال في زمن ايه؟ ده زمن المضارع البسيط بادئ بدو، الفعل المساعد دو، يبقى ادي الفعل مساعد، دي الفاعل، وادي ظرف التكرار هو ايفر، بعد كده المصدر اللي هو listen. لكن دي listened ماضي مش هتنفع، listens هنا مضاف لها اس، لا احنا عايزينه في المصدر بدون اي اضافات، هنا listening مضاف لها اي ان جي مش هتنفع معاه. نشوف نمبر 9 هنا بيقول choose the correct answer from A B C or D. What did he eat yesterday? What did he have ولا has ولا having ولا had؟ هنقول have. What did he have yesterday؟ السؤال بيجي فيه مصدر الفعل، مصدر الفعل ده كده سؤال في زمن الماضي البسيط، استخدم كلمة استفهام بعدها did اللي هو فعل مساعد بنستخدمه في زمن الماضي البسيط، بعد كده هي هو الفاعل، وادي الفعل الأصلي اللي هو have، yesterday معناها أمس، يبقى السؤال كده زمنه ماضي بسيط لكن الفعل يبقى فيه في المصدر. Number 2. Does your brother a jacket? Does your brother wears ولا wear ولا wearing ولا what؟ هنقول does your brother wear، برضو هنقول نفس الملحوظة، ده سؤال والسؤال الفعل يبقى فيه في المصدر، مش عايزين ليه أي إضافات، ما نضيفش اس، ما نضيفش ing، وهنا wear تعبر عن الماضي. Number 3. She a awake. She never wear ولا wears never ولا never wears ولا wear بس؟ هنقول she never wears awake. ليه؟ ده زمن كده مضارع بسيط، مضارع بسيط نجيب الفاعل بعد كده ظرف التكرار اللي هو هنا never، بعد كده الفعل وهنضيف له اس. ليه؟ عشان هنا الفاعل she مع هي وشي وات، هنضيف للفعل يا اما اس يا اما اي اس يا اما اي اي اس، هنا ضفنا اس عشان دي جملة عادية اهي، بعد كده كملنا وير بس في المصدر مش هتنفع، ولا ايه ده قال نيفر وير، نيفر وير علشان هنا ما ضفش اس، دي كده مش هتنفع، هنا ويرز نيفر لا ما ينفعش، نقول الفعل وبعده ظرف التكرار، نجيب ظرف التكرار الاول وبعد كده الفعل ومضاف له هنا اس، قلنا عشان هنا الفاعل شيء. Number 4. Fatma is going to a friend. Fatma سوف a تزور صديقة أو صديقة. Fatma سوف تزور صديقة. عايزين نقول visiting ولا visit ولا visits ولا visited؟ لا هنقول visit بس، ده مصدر. ليه؟ لأنه كده الجملة في زمن المستقبل البسيط باستخدام a going to. طيب ايه هو ترتيبها؟ ادي الفاعل اللي هو مين؟ فاطمه، بعد كده verb to be المناسب لهذا الفاعل هو is، عشان فاطمه كده كانها she هنقول she is، وادي going to اللي هي تعبر عن المستقبل معناها سوف، وبعد كده مصدر الفعل اللي هو visit، ونكمل a friend، لكن هنا visiting فيها ing مش هتنفع، ودي مضاف لها s، وهنا مضاف لها ed تعبر عن الماضي، عايزين المصدر اللي هو visit. Number 5. My mother puts، يعني والدتي puts ايه؟ puts the soup in a، يعني وضعت الشوربة أو تضع الشوربة، والدتي تضع الشوربة فين؟ في bottle زجاجة، can علبة، ولا loaf رغيف، ولا bowl، bowl معناها سلطانية، الشوربة تتحط في ايه؟ bowl سلطانية. نشوف صفحة 105 فيها choose the correct answer from A, B, C, or D. Number 1.
My hair is too long، يعني شعري طويل جدا. I need a، أنا أحتاج لإيه؟ makeup، makeup اللي هو المكياج، ولا nap قيلولة، ولا haircut قصة شعر، ولا wig باروكة؟ طالما شعري طويل جدا أنا أحتاج a haircut، يعني قصة شعر. Number two، they were hungry، هم كانوا جعني. They ate 10، هم أكلوا 10 a of bread، من الخبز. أكلوا 10 ايه من الخبز؟ loaves اللي هو أرغفة، ولا slices شرائح، ولا bottles زجاجات، ولا cans علب؟ لا طبعا loaves، الخبز نعده بالأرغفة، أرغفة يعني loaves. Number three، هنا I have a toothache، أنا عندي ألم أسنان. So لذا I'm going to the، أنا سوف أذهب لمين؟ supermarket، ولا جروسر اللي هو البقال، ولا نيرس ممرضة، ولا دنتست؟ طبعا دنتست طبيب الأسنان. Number four، are you open كذا Fridays، أيام الجمعة. طيب يعني عايز يقول انتوا شغالين في أيام الجمعة، المكان مفتوح للعمل يوم أيام الجمعة. طيب Fridays عايزين نختار هنا حرف جر مناسب، هنقول on، قبل أيام الأسبوع ناخد على طول حرف الجر on. Number five، she ate her grandmother yesterday، هي visit ولا visited، visits visits ولا visiting ولا visited؟ هنقول visited بالإي دي عشان تعبر عن الماضي، عشان هنا في yesterday، طالما في yesterday أمس هناخد الفعل في الماضي مضاف له هنا إي دي. هنشوف هنا number 11، choose the correct answer from A B C or D. هنا A بيسأل سؤال، B هيجاوب عليه. طيب هنختار كلمة استفهام من دول عشان نبدأ بيها السؤال. Do you iron your t-shirt؟ طيب لازم نعرف الإجابة، هو جاوب إزاي عشان نختار السؤال. قال twice، twice معناها مرتان، يبقى هو كده بيسأل عن عدد المرات. طيب فين في دول بيعبر عن عدد المرات؟ how often، كم مرة. How often do you iron your t-shirt؟ يعني كم مرة تكوي قميصك؟ twice مرتان. لكن who معناها من، تسأل عن العاقل. what معناها ما أو ماذا، تسأل عن غير العاقل. قلنا how often معناها كم مرة، تسأل عن عدد المرات. which معناها أي، للتخيير بين شيئين أو عدة أشياء. Number two، are you A to order؟ are you bad سيء؟ are you يعني هل أنت كذا، to order أن تطلب. طيب هنقول bad سيء، good جيد، ولا ready جاهز، ولا early بكرا. ready عشان تبقى are you ready to order، هل أنت جاهز للطلب اللي هو طلب إيه، الطعام. number three، your brother a very كذا، your brother فراغ هنا، you very much عايز يقول أخيك إيه، very much كثيرا جدا، loves يحب، ولا colors يلون، ولا starts يبدأ، ولا adds يضيف؟ لا طبعا loves، your brother loves you very much، يعني أخيك يحبك كثيرا. هنا number four، عندنا سؤال وإجابة. طيب عايزين نختار كلمة استفهام، هنختار على أساس إيه الإجابة؟ الإجابة بتقول on foot، on foot يعني سيرا على الأقدام، يبقى يا ترى هيقول ايه؟ هنا عشان نكمل نقول do you go to the cafe، كافيه اللي هو المقهى، هنقول هو، هو معناها من للعاقل، what ما أو ماذا غير العاقل، how معناها كيف، يبقى هي دي اللي هنختار، هنقول how do you go to a cafe، يعني كيف تذهب للمقهى، قال له on foot يعني سيرا على الأقدام. لكن how many هنا بيقول كم عدد، احنا مش بنسأل عن عدد حاجة. number five، I'm going to، أنا سوف إيه، أنا سوف إيه، two glasses of orange juice، يعني كوبان من عصير البرتقال. أنا سوف having ولا had ولا has ولا have؟ هنقول have، ليه؟ لأنه كده في زمن المستقبل بسيط باستخدام going to. تعال نفصص الجملة، I اللي هي الفاعل، am اللي هو verb to be المناسب لهذا الفاعل،
ادي جونجتو معناها سوف، يجي بعدها مصدر الفعل. فين المصدر في دول؟ have. I'm going to have two glasses of orange juice. أنا سوف أتناول كوبان من عصير البرتقال. Number 12. Choose the correct answer from A, B, C or D. عندك I أنا، عايزين نختار هنا فعل من دول. To school للمدرسة every day كل يوم. هنختار go ولا went ولا going ولا goes. هنبص المفتاح الإجابة هنا اللي هو every day. every day ده كلمة تعبر عن زمن المضارع البسيط. طيب طالما في مضارع بسيط يبقى يقول I go to school every day، يعني أنا أذهب للمدرسة كل يوم. لكن went هنا تعبر عن الماضي معناها ذهبت. طيب هنا going معناها I going مش هتنفع. goes هنا تعبر عن زمن المضارع البسيط بس بتيجي مع مين؟ مع he و she و it. هنا الفاعل I، يبقى هقول I go. go بدون إضافات علشان هنا الفاعل I. number two. he a sports car. he drove ولا wore ولا talked ولا ate. he drove يعني هو قاد، هو قاد a sports car سيارة رياضية. لكن wore ده الماضي من wear معناه يبتدي. talked ده الماضي من talk معناها يتحدث. eat ده الماضي من eat معناها يأكل. احنا عايزين drive هي الماضي من drive يعني أقود. how a bread did Ali have؟ هنقول how often ولا how much ولا how old ولا how many. هنا بقى هنقول how much. ليه؟ لأنه هنا جاب bread والbread ده لا يعد، يبقى عشان كده بنقول how much bread، كم كمية الخبز التي تناولها علي. لكن how often معناها كم مرة، هو مش بيسأل عن عدد المرات. لو قلنا how old معناها كم عمر، هو مش بيسأل عن العمر. لو قلنا how many مش هينفع، لأني لو قلنا how many كنا جبنا كلمة loaves of، كنا هنقول how many loaves of bread did علي have. عايزين احنا how much، كم كمية. Number 4. I'm ready. order ولا ordering ولا to order ولا ordered to order. على بعضها. I'm ready to order. أنا جاهز للطلب. يعني جاهز أن أطلب الطعام. عايزين to وبعدها order. ده مصطلح. Okay. Number 5. I'll take a of apple pie. Apple pie هو فطيرة التفاح. أنا سوف أخذ من فطيرة التفاح. كب فنجان ولا جلاس كوب ولا بيس قطعة ولا بوتل زجاجة. لا طبعا بيس، أنا سوف أخذ قطعة من فطيرة التفاح. نشوف صفحة 106. Choose the correct answer from A, B, C or D. How يا ترى من دول؟ fruit salad. fruit salad did you have؟ هي سلطة الفواكه التي تناولتها. هنقول how many ولا how much ولا how old ولا how long. هنقول how much. ليه؟ لأن فروت سلطة لا تعد. فروت سلطة لا تعد. لو قلنا how many كنا هنقول وحدات تجزئة. هنا الإناء اللي بنحط فيه فروت سلطة اللي هو باول، هنقول how many bowls of فروت سلطة. يبقى عايزين how much، كم كمية. ليه؟ لأن فروت سلطة كمية لا تعد. كده بالشكل ده تبقى كمية لا تعد. لو قلنا how old معناها كم عمر، احنا مش بنسأل عن عمر حد. how long معناها كم المدة أو المسافة. number 2. I'd like a، أنا I'd like a كذا of coffee please. يعني أنا سوف أخذ كذا من كوفي اللي هو القهوة. please من فضلك، أنا عايز من القهوة من فضلك، أو أنا أحب كذا من القهوة. I'd like a piece of coffee ولا a part of coffee ولا a cup of coffee ولا a can of coffee. a cup الحاوية بتاعت الكوفي اللي هو الفنجان cup. لكن piece معناها قطعة، مش هينفع قطعة من القهوة. part معناها جزء، مش هينفع جزء من القهوة. can معناها علبة، علبة من القهوة. لا، عايزين a cup of coffee يعني فنجان من القهوة.
Number three. Was there a school across كذا a theater? طيب هنقول across، هل كان يوجد مدرسة اللي هي في الجهة المقابلة لثياتر المسرح؟ طيب across يجي وراها حرف جر ايه على طول؟ from، across from، في الجهة المقابلة لي. Number four. I هنا عايزك تكمل going to wash my hair tomorrow، يعني سوف أغسل شعري غدا. هنقول I'll ولا I is ولا I'm ولا are؟ هنقول I'm. ليه؟ لأنه ده مستقبل باستخدام going to، مستقبل بسيط باستخدام going to، هو عبارة عن إيه؟ آدي الفاعل، بعده المفروض يجي verb to be المناسب لهذا الفاعل اللي هو إيه؟ am. بعد كده going to، ودي مصدر الفعل، ونكمل. لكن لو قلنا I'll معناها أنا سوف، ينفع will و going to مع بعض؟ لأ، يا إما دي يا إما دي، يا إما مستقبل ب will يا إما مستقبل ب going to. I is دي مش هتنفع خالص، I ما تجيش معاها verb to be is، is دي بتيجي مع he she و it، و are بتيجي مع we و they و you، عايزين verb to be اللي هو مين؟ am. Number five، هنا عايزين نسأل بكلمة استفهام، invented the ice cream، طب مين اللي هيحدد الإجابة؟ نانسي جونسون. نانسي جونسون ده اسم ايه؟ ست، يعني اسم شخص. طالما اسم شخص يبقى عايزين هو معناها من، من اللي هي هو تسأل عن العاقل، يبقى هو invented the ice cream، من اخترع الايس كريم؟ نانسي جونسون. Number 14، 14، choose the correct answer from A, B, C or D. Are you open A Friday؟ قلنا أيام الأسبوع تاخد حرف الجر على طول، on. Number 2، can I A you sir؟ can I help may I أو can I، يجي بعدها الفعل في المصدر علشان أعرض مساعدة على حد أو أطلب حاجة من حد أقول له can I وبعد كده مصدر، أو may I وبعد كده مصدر، يعني مصدر الفعل بدون أي إضافات. Can I help you sir؟ هل يمكنني أن أساعدك سيدي؟ لكن helping هنا مضاف لها ing، احنا قلنا عايز مصدر بدون إضافات، هنا مضاف لها اس مش عايزين إضافات، هنا helped في الماضي مش عايزينها ماضي. Number 3، هنا I'm in the A for spaghetti، I'm in the mood، على طول نحفظها I'm in the mood for، I'm in the mood for، أنا في مزاج لي أو أنا أشتهي تناول كذا، أنا في مزاج لتناول كذا، أنا أشتهي لتناول كذا، على طول اسمها in the mood for كذا. okay. لكن meat معناها لحم، meat دي معناها يقابل الفعل، ده ستيك اللي هو اللحم البقري، اللحم البقري المشوي. Number 4، give me a of water، اعطني كذا من المياه، عايزين الحاوية اللي بنحط فيها المي، ايه هي؟ بطل زجاجة ولا لوف رغيف، واحد رغيف ولا سلايس شريحة ولا بيس قطعة؟ طبعا بطل، حاوية المياه هي زجاج. Number 5، the apple pies are very a، فطائر التفاح are very happy، سعيدة ولا tall طويلة، sad حزينة ولا nice؟ nice يعني لطيفة، تيستي جميلة، يبقى the apple pies are very nice، كويسة جدا. Number 15، بتقول choose the correct answer from A, B, C or D. At a restaurant، في مطعم، you choose food، أنت تختار الطعام، from A، تختار الطعام من إيه؟ menu ولا shop ولا cinema ولا desk؟ هنقول menu، menu اللي هي قائمة الطعام، shop معناها متجر أو محل، سينما اللي هي السينما، ديسك مكتب، اختار الطعام من ايه؟ منيو. نمبر 2، I swim in the sea in the A because it's hot، انا اسبح في البحر في فصل ايه من الفصول دي؟ summer هو صيف ولا winter شتاء ولا spring ربيع ولا autumn؟ autumn دي معناها خريف، تساوي كلمة fall، fall معناها خريف و autumn معناها خريف. طيب حد يقول لي انا ممكن اسبح في البحر في اي فصل من فصول السنة؟ قال له لا، هنا في حاجة هتحدد هي ايه؟ كلمة hot، hot يعني حار، امتى يكون الجو حار في فصول السنة دول؟
summer. يبقى I swim in the I swim in the sea in the summer. أنا أسبح في البحر في الصيف because it's hot لأن الجو حار. لكن winter شتاء، إحنا قلنا spring معناها ربيع و autumn معناها fall اللي هي خريف. Number three, how much it cost to buy this car? How much do ولا does ولا have ولا are? How much does it cost to buy this car? ليه؟ عشان هنا الفاعل it، وطالما it احنا كده بنسأل في زمن ايه؟ المضارع. طيب زمن المضارع البسيط يبقى ايه؟ نختار does. does بتيجي مع it. نقول how much does it cost to buy this car؟ كم يتكلف لشراء هذه السيارة؟ Number four, رنا cleaned her room by، رنا نظفت الحجرة بتاعتها by ايه؟ عايزين ضمير توكيد، هنبص على الفاعل، الفاعل هو مين؟ رنا، رنا يعني she. طيب ايه ضمير التوكيد المناسب لشي؟ ضمير الفاعل herself. فين herself هنا؟ اهي، عشان نقول رنا cleaned her room by herself يعني رنا نظفت حجرتها بنفسها. Number five، هنا عايزين كلمة نبدأ بيها اللي هو ايه؟ فعل مساعد نبدأ به السؤال. نقول أحمد and عزة go to school on Friday يعني أحمد وعزة يذهبوا للمدرسة في يوم الجمعة. هنقول ايه؟ is ولا are ولا do ولا does؟ هنقول do. do أحمد and عزة go to school on Friday يعني هل يذهب عزة وأحمد مدرسة في يوم الجمعة؟ طيب ليه ما قلناش is؟ لأنه is دي تستخدم مع المفرد. ليه ما قلناش are؟ مع أنها تستخدم مع الجمع، وهنا أحمد وعزة دول كده جمع، علشان are هتديني verb to be ده كده هنبدأ بيه، يبقى الفعل لازم يبقى فيه ing. هنقول going وهنا الفعل مفهوش ing، يبقى هنختار دو. طيب ليه ما اخترناش داز؟ كان داز بتيجي مع هي وشي وات، لكن احمد وعزة كأنهم they، دول جمع كده الاتنين مع بعض كأنهم they، يبقى دو احمد اند عزة go to school on Friday. نشوف صفحة هنا 107 اخر حاجة عندنا. Go choose the correct answer from A, B, C or D. Number one, we can see the show at the A يعني نحن يمكننا أن نرى the show العرض at the A post office. at the post office في مكتب البريد ولا theater مسرح ولا bank اللي هو البنك ولا library اللي هي مكتبة؟ لا طبعا at the theater هي المسرح. number two, she went to، هي ذهبت إلى the groceries to buy لمحل البقال. apostrophe s دي معناها محل البقال. to buy عشان تشتري ايه؟ بوكس كتب، كلوز اللي هو ملابس، ولا تيكتس اللي هو تذاكر، ولا groceries طبعا groceries البقال. number three, in the park في الحديقة او المنتزه. children ايه؟ the birds يعملوا ايه للطيور؟ bike معناها دراجة، ولا feed يطعم، ولا cook يطبخ، ولا bake يخبز؟ feed the birds يعني يطعم الطيور. Number four, how a water did she have? How many ولا how often ولا how much ولا how long؟ How much. How much water يعني كم كمية الماء التي هي تناولتها. طيب ليه ما قلناش how many؟ علشان how many يجي بعدها اسم جمع، لكن هنا water ده ايه؟ اسم لا، اسم لا يعد، علشان كده قلنا how much. كان ممكن نقول how many لو جت هنا كلمة bottles of، نقول how many bottles of water كم عدد الزجاجات، عشان الزجاجات تعد لكن المية نفسها لا تعد، نقول how much. طب لو قلنا how often معناها كم مرة، احنا مش بنسأل عن عدد مرات. لو قلنا how long معناها كم طول او كم مسافة، مش بنسأل لا عن طول ولا عن مسافة، بنسأل عن ايه؟ عن كمية، عشان كده بنقول how much. Number four, no, I drive a sports car.
عايز ظرف تكرار هنا هنقول always ولا never ولا usually ولا often؟ هنقول never. ليه؟ عشان هنا no بيقول لا أبدا، أنا لا أقود سيارة رياضية مطلقا أبدا. طالما هنا في نو ده مفتاح الإجابة بتاعتنا، نو معناها إيه؟ أنا لا أعمل الحاجة دي never مطلقا وأبدا. هنا number 17 بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. How can I A U عادل؟ How can I help ولا helped ولا helps ولا helping؟ هنختار help فقط. ليه؟ لأن احنا عايزين مصدر، مش أنا لسه بعرض بقول how can I help you يعني كيف يمكنني أن أساعدك، يبقى how can بعد كده الفاعل يجي بعده على طول المصدر. ليه؟ لأنه كان ده فعل اسمه فعل ناقص يجي بعده على طول المصدر. لكن helped هنا في الماضي عشان مضاف لها اي دي، helps مضاف لها اس، هنا مضاف لها اي ان جي، احنا مش عايزين اي اضافات، عايزين الفعل في المصدر فقط بدون اي اضافات. يعني how can I help you عادل، كيف يمكنني ان اساعدك يا عهدي. number 2 he goes to my room يعني هو يذهب الى حجرتي and takes my things ويأخذ اشيائي without بدون ايه؟ ask ولا asking ولا asks ولا asked؟ without asking على بعضها كده اسمها بدون استئذان، نحفظ دي without asking بدون استئذان جاي عندك في الوحدة الأخيرة. number 4 I'm A I'm late for school. طيب مين اللي هيحدد اللي انا هختاره من هنا؟ الجملة التانية بتقول I'm late for school يعني انا متأخر على المدرسة. حد متأخر على المدرسة بيقول ايه؟ هيقول I'm sorry انا اسف ولا I'm happy انا سعيد ولا I'm nice انا لطيف ولا I'm old انا كبير السن او عجوز؟ لا هيقول I'm sorry يعني يشعر بالأسف لأنه متأخر على المدرسة. number 5 علي gives a علي gives a once month يعني مرة واحدة في الشهر. gives a underground ولا haircut ولا friend ولا speech؟ هنترجم الكلام ده، عايز اقول علي بيعمل كذا مرة واحدة في الشهر. underground معناها متو الأنفاق، haircut معناها قصة شعر، friend صديق ولا speech خطبة؟ هي دي بيقول gives a speech يلقي خطبة مرة واحدة في الشهر. نشوف هنا number 18 بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. number A هنا هيسأل سؤال، B هيجاوب عليه. عايزين نستخدم كلمة استفهام من دول مناسبة. is the bank البنك؟ طب الإجابة هي اللي هتحدد. it's next to the school يعني بجوار المدرسة. طالما قال next to هو ده مفتاحنا للإجابة، كده هو وصف مكان. طالما بيوصف مكان يبقى لازم هنستخدم ايه من دول؟ where يعني أين، يستخدم للسؤال عن المكان. هتبقى where is the bank أين البنك، it's next to school to the school يعني إنه بجوار المدرسة. لكن how دي معناها كيف، مش بنسأل عن الكيفية. طيب why معناها لماذا، مش بنسأل عن السبب. when معناها متى، مش بنسأل عن الوقت، بنسأل عن إيه؟ المكان بدليل next to بجوار. number 2 we take the train at the train A نحن نستقل القطار في محطة القطار. من الآخر كده محطة يعني إيه؟ theater؟ لا دي معناها مسرح. station هي دي معناها محطة. طيب bridge معناها إيه؟ كوبري أو جسر. studio اللي هو الاستوديو، يبقى we take the train at the station at the train station. number 3 how many A of bread did she have يعني كم عدد A من الخبز did she have. الخبز نعده بإيه؟ بأرغفة، أرغفة يعني loaves، يبقى how many loaves of bread did she have، كم عدد الأرغفة التي هي تناولتها. لكن cans دي معناها علب، bowls معناها سلطانيات، bottles معناها زجاجة. number 4 I like pizza يعني أنا أحب البيتزا. it is delicious ايه لذيذة. هنقول it gives معناها يعطي، takes يعني يأخذ،
ميكس يعني يصنع، لوكس هي دي اللي احنا عايزينها. لوكس هنا معناها تبدو، it looks delicious يعني تبدو لذيذة. وتساويها برضو كلمة sound اللي هو الفعل sound، it sounds good يعني يبدو لذيذا أو يبدو شهية. آخر جملة عندنا هنا، where did the first ice cream factory كذا. where معناها أين، where did the first ice cream factory أول مصنع ice cream هنقول opened ولا open ولا opening ولا opens، هنقول open لأن احنا قلنا في السؤال بنستخدم مصدر الفعل، هنا في did تعبر عن الماضي، خلاص كده يبقى احنا هنستخدم مصدر الفعل اللي هو open. عايزين فعل بدون أي إضافات، مش عايزين نضيف له ed ولا ing ولا حتى s. كده وصلنا لحد صفحة 107، خلصنا كل الامتحانات بتاعة الام سي كيو النهاردة. إن شاء الله المرة القادمة تابعونا علشان نحل مع بعض selected exams، اختبارات مجمعة من مختلف الإدارات والمحافظات، وبعد كده إن شاء الله هنكمل باقي الملحق معانا في امتحانات المحافظات. تابعونا على قناة إنجليزي ابتدائي مع نسناء السمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.